السلام عليكم، كنتمنى ان الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غنقدم لكم مريقه بالدجاج وجلبانه وبطاطا. اذا نبداو على بركه الله. هذه الوصفه كنحتاجو بطاطا، جلبانه، بصله مشلضه، دجاج، قزبر ومعدنوس مقطعين، شويه الحامض مصير، ثومه محكوكه، ملحه، سكينجبير، خرقوم، شويه الحار بودر، وشويه ديال القزبر يابس. اذا كنبداو على بركه الله. كناخذو الطنجره ديالنا كنديروها فوق النار، وكنضيفوا ليها شويه ديال زيت المائده، كنخليوها تسخن شويه. من بعد كنضيف البصله اللي مشلضه على هذا الشكل، كنزيد كذلك قزبر ومعدنوس مقطعين، والثومه محكوكه، والحامض مصير اختياري. تقدروا ديروه في الاول، تقدروا تخليوه حتى الاخر وتزيدوه. صافي، كنخلي البصله ديالي مع العناصر اللي زدت ليها التقله حتى كتذوب ليا البصله. من بعد غادي نزيد الدجاج وغادي نخليه يتقلى مع العناصر الاخرى. صافي، كنحرك الدجاج مع البصله وتنخليه حتى هو يتقلى شويه. بعد ما تقلى ليا حتى اللحم غادي نزيد العطريه. نحرك العناصر كامل يتجانسوا، وكندير في هذه الاثناء دايره الماء كيسخن باش نمرق بالماء طايب. من بعد كنضيف جلبانه، الجلبانه اللي كانت طريه يلا نقيتوها ضيفوها مباشره. الا كنتو دايرينها في الكونجيلاتور ما تجبدوهاش حتى تبعيو ترميوها باش ما تجلودش ليكم وتجي وما تبقاش شاده راسها في المرقه. صافي، دابا غادي نضيف الماء ونخليها، ما غاديش نرمي البطاطا في الاول. كنتمنى الا عجبكم الفيديوهات تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وخليوا لينا لي كومونتير سواء ايجابيين ولا سلبيين. هانتوما من بعد ما طابت الدجاج والجلبانه ديالي شويه ماشي بزاف، غادي نزيد بطاطا ونخلي المرقه ديالي حتى تشحر وتشرب كاع داك الماء وتولي مضغمره. صافي، كنحرك بهذا الشكل البطاطا باش كلشي يوصل له المرق وكلها تجي بنينه. صافي، كنسد عليها. هانتوما كما كتلاحظوا هي المريقه ديالي راه واجده، كتجي بنينه وزوينه. كنتمنى انكم تجربوها، ولا عجبكم محتوى الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.